تخيل معايا تكون عايش وحيد وحزين بعد موت مراتك، وفي نفس الوقت بينتشر الزومبي في كل حتة في العالم، وبالتالي انت بتلاقي نفسك حبيس جوه بيتك ما تقدرش تهرب منه، وبعد مشاكل وصعوبات كتير لما اصلا بتقرر ان انت تهرب من البيت ومن الزومبي تتخطف من عصابة مجرمة بيستعبدوا البشر. بيبدأ الفيلم، ولا لحظة واحدة قبل ما يبدأ الفيلم، بص كده مش لازم تعمل لايك، ومع ان يعني هيبقى حلو قوي انك لو عملت لايك، ولا لازم اصلا تعمل اشتراك في القناه، مع ان برضه هيبقى جميل انك تشترك في القناه، بس المهم يعني ان اهم حاجه انك تعمل كومنت دلوقتي تحط اللي فيه قلب احمر، مش عاوز غير كده. انت ايه حكايتك قول لي ايه حكايتك. ويلا بينا نبدا الفيلم. بيبدا الفيلم مع شخص اسمه منال، وحاليا بيكون منال وزوجته خوليا عند اخت منال اللي اسمها بيلين، وبيفضل منال يلعب مع ابن بيلين الطفل واللي بيحبه جدا بالمناسبه. مهم يعني بيطلب منه ابن بيلين انه يوري له القط بتاعه، فبيشغل منال بس كده من البيت بتاعه، وبيفرج دلوقتي ابن بيلين على القط وهو في البيت بتاع منال. بعدها بقى بيودعوا منال وخوليا بيلين، وبتعتذر لهم يعني بيلين ان ماريو جوزها ما كانش موجود لانه حاليا في قاعده الجيش اللي بيشتغل فيها، وبس بيودعها الكل وبيمشوا. بعد كده بقى واثناء ما كانوا منال وخوليا في طريقهم للبيت، بيتكلم خوليا مع منال وبتعرفه انها متضايقه جدا منه بسبب انه رافض الخلفه، مع انه بيحب الاطفال، واكبر دليل على كده حبه الكبير لابن اخته. طبعا منال حاول يتناقش معاها دلوقتي ويهديها، بس فجاه بسبب عدم التركيز على الطريق هوب بتيجي عربيه نقل وبتخبطهم. وبس يا سيدي، بيعدي بقى على كل ده سنه كامله، وبنشوف دلوقتي منال وهو عايش في البيت لوحده وحزين، وبنعرف ان مراته خوليا ماتت في الحادثه من وقتها وهو فضل عايش، وبيكون واضح جدا على منال انه لسه زي ما هو حزين على فراقها ولحد دلوقتي. المهم منال حاليا بيشوف الاخبار بتتكلم عن انتشار فيروس خطير اسمه فيروس TSJ، ومفروض يعني ان المرض ده انتشر في اوروبا، وحاليا في مخاوف كتيره انه يوصل لاسبانيا. خلي بالك يا صديقي، منال اصلا عايش في اسبانيا. المهم ان منال مش بيهتم بكل ده، وبياخد بعضه حاليا وبيروح على المينا، وبيقابل هناك اتنين بنات كده المفروض انهم جايين يتفرجوا على القارب بتاعه بحيث يشتروه. وحاليا يعني بينزل منال للقارب وبيفضل يفتكر مراته خوليا، وبيفتكر كمان اليوم اللي كان لبس فيه بدلة الغطس اللي خوليا جابته له كهدية. بس بيرجع منال تاني من ذكرياته وبياخد بعضه حاليا وبيروح البيت. ولما بيرجع البيت بتجيله دلوقتي مكالمة فيديو من اخته بيلين، وبتسأله عمل ايه في القارب، فبيعرفها انه معرفش يبيعه، فبتوسيه يعني عادي. بعدها بتقول له حاجة غريبة جدا، بتعرفه ان فيروس TSJ حاليا اتطور جدا وبقى فيه سلالة جديدة منه خطيرة بشكل مش طبيعي، وعشان كده قاعدة الجيش اللي ماريو جوزها بيشتغل فيها طلبت ان هي تنقلهم لمنطقة امان، وتطلب يعني بيلين من منال اخوها انه يجي لهم بكرة المدينة بتاعتهم بحيث يعني يروح معهم المنطقة الامان دي. فبيوافق جدا منال وهو برضو مش فاهم اي حاجة. تاني يوم لما بيصحى منال من النوم بيشوف دلوقتي ناس جيرانه بيهربوا، وبيبدأ يحس كده منال ان لا بجد في حاجة خطر. في كل الاحوال بعد شوية بيروح منال المطار بحيث ياخد طيارة ويروح لاخته، لكنه بيتفاجئ هو وكل الناس اللي في المطار ان للاسف خطوط الطيران كلها وقفت. وقتها الناس في المطار بيعترضوا وبيحسوا ان الجيش بيحبسهم في المدينه هنا حرفيا، وفي واحد على فكره من الناس بيتجنن خالص وبيهجم على ضباط الامن وبياخد سلاح واحد منهم وبيهدد بيه الباقي. ووسط كل ده بقى بتيجي مكالمه لمنيل من اخته بيلين، متعرفه في المكالمه دي انه لازم يرجع بيته حالا ويحبس نفسه فيه لان الفيروس انتشر في البلد كلها، وعشان كده اصلا وقفوا خطوط الطيران. وبتعرفوا بيلين انها في اقرب فرصه هي وماريو هيجوله وياخدوه يعيش معاهم. طبعا بيقلق جدا منيل لكنه بيوافق على كلامه. وعموما اصلا منال وكل الناس اللي حاليا كانوا في المطار على طول بيهربوا من المكان بسبب الراجل اللي اتجنن وعمال يضرب نار. المهم بيكون منال راجع عادي جدا على بيته، فبيلاقي دلوقتي الطريق واقف من كل مكان، وبيكونوا في زوجين عواجيز كده في عربيه جنبه، وبيسالوا هو في ايه. بيقول لهم منال ان الوضع خطر جدا، وبيسالهم هو انتم من المدينه هنا، فبيعرفوا انهم لا مش من المدينه، فبينصحهم منال يرجعوا لمدينتهم ويستخبوا في بيتهم في اسرع وقت ممكن. بعدها بيلاقي منال ان الطريق على فكره زحمه ومش هيمشي من هنا خالص، فبيسيب عربيته وبينزل يكمل الطريق على رجليه. واثناء بقى ما كان منال مروح البيت بيعدي على مكان كده زي حجر بسيط، وبيلاقي في الحجر ده مجموعه من الجنود بيحاولوا يسيطروا على شخص مصاب بالفيروس، وبيكون المصاب ده متجنن خالص وعايز ياكلهم، يعني زومبي من الاخر. طبعا بيترعب منال من المشهد ده وبيهرب المكان بسرعه. تاني يوم بقى بتتكلم بيلين مع منال، وبتفضل بقى تطمنه ان الاوضاع هتتحسن ان شاء الله، وان هي يعني وماريو قريب جدا هيجوا ياخدوه. في نفس الوقت ده فجاه الاخبار بتعلن عن اعلان حاله الطوارئ العامه في العالم كله، وبيفضل منال دلوقتي يشوف على تليفونه فيديوهات كتير من ناس مصورين مصابين بالفيروس واللي بيكونوا حرفيا زومبي. فروحي ده بيترعب منال وبيعرف انه هيفضل حابس نفسه كده في البيت فتره محترمه وطويله. على طول بينزل بقى عشان خاطر يجيب شويه مؤن تنفعه الفتره دي، وبيروح للماركت اللي في المدينه، فبيتفاجئ ان الناس اللي فيه حرفيا بيموتوا بعض على اي لقمه،
لكنه بيلاقي اكل القطه بتاعته فبياخده، وبيلاقي كمان اكل كده بسيط ليه هو فبياخد كمان الاكل ده، لكن بيجي راجل عجوز وبياخده منه وبيجري، وبيكون على فكره الراجل ده هو هو اللي منيل قابله على الطريق ونصح هو وزوجته يرجعوا بيتهم، وده يعني بيضايق منيل شويه. المهم بيخرج منيل من الماركت وبيروح لبنزينه كده وبيكسر باب الماركت اللي فيها وبيدخل ياخد منها اكل، بس لما بيخرج مره تانية بيتفاجئ بظابط قدامه مصاب في ايده، والظابط ده بيدخل الماركت وبيحبس نفسه هناك. بعدها بيلاقي منيل ان في ظابط تاني بيجي عليه زومبي وبيهجم عليه وبيفضل يعضه، بعدها بيسيبه الزومبي وبيجري على منيل يهاجمه، لكن الظابط اللي لسه معضود ده بيضرب الزومبي طلقه بتخلص عليه. بعد كده بيقول لمنيل ما يقربلوش وما يقربش لاي حد مصاب، وبيضرب نفسه بالنار بحيث ما يتحولش هو التاني لزومبي. والظابط التاني بقى اللي في الماركت هو كمان للاسف بيتحول لزومبي، ففورا بيهرب منيل من المكان. بيرجع منيل على بيته بقى وبيقفل البيت كويس جدا بحيث مفيش اي زومبي يوصل له. بعدها بتيجي رساله لمنيل انه لو الجيش يعني جه يخلي المدينه ما يمشيش معاهم، لان المناطق الامنه اللي الجيش المفروض هيوديهم ليها هي مش امنه ولا اي حاجه. ومش بيفوق كتير على فكره، وبيلاقي منيل دلوقتي ان الجيش فعلا بيخلي اهالي المدينه، فعطول بيستخبى منيل ومش بيمشي مع الجيش نهائيا، والحمد لله ما بيشوفوهوش. بعد اسبوعين بقى من كل ده بنشوف منيل بيصور فيديو لاخته وبيقول فيه ان الاتصالات اتقطعت تماما، وانه بيصور الفيديوهات دي على امل ان الاتصال يرجع ويقدر يتواصل مع اخته مره تانية. بعدها بيلبس منيل بدله الغطس بتاعته وبيقرر ان هو يخرج للشارع لاول مره يدور على اكل ومؤن، لان الاكل اللي عنده خلاص انتهى تماما. وبيكون منيل على فكره لابس بدله الغطس بحيث يعني تحميه شويه لو قابل زومبي كده او كده. طول الطريق بقى بيلاقي منيل المدينه فاضيه تماما، وكان ما تبقاش حد حرفيا في العالم غيره. وبيفضل منيل بقى يدخل بيوت كتير جدا يدور على اي اكل لكنه مش بيلاقي، لحد ما بيدخل لواحد كده من البيوت بيلاقي فيها ست عجوزه ومشلوله اسمها جابرييل. لما بتشوفه جابرييل بتعرفه انها ما عندهاش اي اكل لو هو يعني جاي يسرق اكل، فبيطمنها منيل وبيسالها هي ليه قاعده لوحدها كده. بتعرفه ان ابنها ومراته مشوا من المدينه وسابوها، وهي يعني ما لحقتش تمشي مع الجنود بتوع الجيش ففضلت هنا. في وحده بتصعب جابرييل على منيل فبيعرفها ان هو هيجيب لها اكل، وهي على فكره بتحاول تساعده وبتفضل تنصحه يدخل بيوت معينه كده، لانها طبعا عارفه صحاب البيوت جيرانها ومتاكده انهم هيكونوا عندهم اكل. فبيسمع منيل كلامها وبيفضل دلوقتي يدخل البيوت اللي بتقول عليها جابرييلا، واللي طبعا بتكون فاضيه لان اصحابها كلهم مشوا. وكل ما بيدخل دلوقتي منيل البيت مش بيلاقي اي اكل خالص، ولكن بعد شويه بيرجع لجابرييلا وبيعرفها انه ليه جهاز لاسلكي وبيديها الجهاز ده بحيث يعني يتواصل معاها في غيابه، وبيسيبها وبيرجع من جديد يلف في البيوت على اي اكل. في واحد بقى من البيوت دي بيدخل بيت كده يدور فيه، بس في الوقت ده بيدخل على منيل شخص كده فبيفتكره زومبي وبيضرب عليه من المسدس بتاع الصوت بتاعه، لكن الراجل ده مش بيتصاب وبيخاف من منيل فبيسيب المكان وبيمشي لانه مش زومبي بل بني ادم. عموما بيرجع منيل يدور في البيت تاني لحد ما بيلاقي اكل ومؤن كتير جدا، فبيفرح وبياخد كل اللي لقيه حاليا ده وبيرجع لجابرييلا، وبيفضلوا بقى ياكلوا ويشربوا ويحكوا سوا وهم حرفيا في اخر انبساط. بعد كام يوم بقى من كل ده بيكون منيل في مره بره فبتكلمه حاليا جابرييل على اللاسلكي، وبتطلب منه يعني ان هو يشغل الراديو على تردد معين كده. فعلا بيشغله ودلوقتي بيسمع رساله كده بتتذاع على الراديو، في حد كده بيذيع الرساله دي وبيطلب من الناس ان هم يروحوا لمدينه معينه لانها امنه. فبيفرح منيل جدا وبيقرر ان هو يروح هناك، لكن جابرييل بتعرفه انها مش هتروح معاه لانها مشلوله وهتعطله مش اكتر من كده. بس منيل يا صديقي بيعرفها انه بكره هيعدي عليها وهيروحوا سوا عادي خالص. بس تاني يوم بقى بيجهز منيل نفسه وبيفضل يحاول يتواصل مع جابرييل على اللاسلكي بس مش بترد. فبيدخل منيل البيت يشوفها بيلاقيها سايبه له رساله بتشكره على الايام اللي فاتت وانه كان واقف جنبها رغم كل الظروف اللي حاصله في العالم. طبعا لما منيل شاف الرساله دي اترعب جدا، وبيدخل حاليا اوضتها فبيلاقيها ميته، وطبعا بيعرف انها قتلت نفسها عشان ما تحملش منيل اي ظروف زياده. بيفضل بقى منيل يعيط وبيكون حزين جدا عليها. عموما بيخرج دلوقتي منيل من البيت فبيتفاجئ بواحده كده من الزومبي بتهجم عليه، وبيفضل منيل يحاول يبعدها عنه لحد ما بيجيبها عند باب عربيه كده وبيفضل يضرب دماغها في الازاز لحد ما اخيرا بيخلص عليها. بعدها بيرجع منيل لبيته وبياخد من هناك القطه بتاعته وبياخد موتوسيكل كده من هناك وبيتحرك في طريقه بحيث يوصل للمكان الامان. في السكه بقى بيلاقي منيل الطريق مقفول فبيضطر ان هو يعني يدخل من الغابه، وفي الغابه بيتفاجئ بمخيم كده تبع الجيش، وبيعرف ان دي المنطقه الامنه اللي الجيش نقل ليها كل اهل المدينه. المهم ان منيل بيمشي وسط المخيمات دي وهو حرفيا مش شايف اي بشر نهائيا، مع ان المفروض دي منطقه امنه، ولكن عامه يعني فجاه بيهجموا عليه زومبي كتير جدا، لان اصلا كل اللي كانوا هنا اتحولوا لزومبي. في المجمل بيفضل بقى منيل يهرب منهم ويهرب على موتوسيكله لحد ما بيوصل للمينا، وهناك بيقفل باب المينا عشان يعني ياخر الزومبي انهم يوصلوا له. بعدها بيبص حواليه لكنه مش بيلاقي ولا قارب في المينا، حتى القارب بتاعه ما بيكونش موجود. بس لما بيبص منيل لبعيد بيشوف قارب كده في مكان قريب للمينا، فبيقرر يعوم لغايه هناك، وفعلا بينزل الميه وبيبدا يعوم لغايه ما بيوصل للقارب ده. ولما بيدخله بيحاول يعني يشغله بس بيفشل،
في نفس الوقت ده بيسمع صوت كده من مكان ما في القارب، فبيدخل المكان ده فبيتفاجئ بطفل صغير زومبي قدامه، وده بيرعبه جدا. كانوا بيتمالك نفسه وبياخد قارب النجاة اللي موجود هنا في السفينة دي، وبياخد القطة بتاعته وبينطلق في طريقه على أمل إنه يوصل للمنطقة الآمنة. لكن في السكة بيتفاجئ إن القارب بتاعه عطل، وفي نفس الوقت بيشوف سفينة كبيرة جدا في البحر، فبيفضل بقى يشاور لهم لحد ما السفينة دي بتوصل عنده وبيركبه. بعد ما ركب مانيال السفينة بيجيله شخص كده اسمه فيكتور يقعد معاه، وبيكون مع فيكتور قبطان السفينة وواحد من رجالته، وبنعرف إن القبطان ده اسمه أشاكوف، وإن هو على فكرة ورجالته كلهم من أوكرانيا وبيتكلموا أوكراني، وبيلاقيهم حاليا مانيال كلهم مسلحين ما عدا فيكتور، وبالتالي بيبدأ يعني يقلق منهم كلهم ما عدا برضه فيكتور. بس فيكتور بيتكلم معاه دلوقتي، وبيعرفوا فيكتور إنه أسباني زيه بالظبط، لكنه بيقدر يتكلم أوكراني فهيترجم له كل كلام أشاكوف. وبيفضل بقى أشاكوف يسأل مانيال هو منين؟ هل من المدينة هنا ولا فين؟ فبيأكد مانيال إنه من المدينة هنا، وبناء عليه بيقرر أشاكوف يخليه في السفينة. بس مانيال بيكون متوتر برضه وحاسس بحاجة غلط في المكان. بس عامة تاني يوم بقى بيقعد أشاكوف وفيكتور مع مانيال، وبيسألوه بقى عن أماكن مصانع الأسمنت اللي في المدينة. بيعرفهم مانيال أماكن المصانع دي، وبيكون مستغرب يعني أسمنت إيه بالظبط اللي عاوزينه ونهاية العالم شغالة، لكنه مش بيعلق. وفي الليل بيصحى مانيال على صوت ناس كده بيطلبوا إنهم يركبوا السفينة، بس برضه بيعدي الموقف وبيكمل نوم. تاني يوم بيصحى مانيال بدري ومش بيلاقي الناس في السفينة، فبيسأل فيكتور هل في ناس جم امبارح للسفينة؟ بس فيكتور بينكر. بعد شويه بقى بيشوف مانيال القارب بتاع الناس دول، فبيعرف كده ان الناس دول ركبوا السفينه فعلا وان فيكتور بيكذب عليه. فبيروح دلوقتي لفيكتور وبيطلب منه ان هو يعرفه ايه اللي بيحصل هنا، لكن فيكتور بيقول له انه احسن له يسكت وما يسالش عن حاجه كتير. وهنا بقى بيتاكد مانيال ان المكان ده فيه حاجه غلط، فبيقرر يهرب من هنا مهما كلفه الامر. وفعلا في الليل بيجهز نفسه وبياخد القطه بتاعته وبيكون هيهرب، واثناء ما كان بيهرب بيتفاجئ بشخصين كده مربوطين في السفينه، وبيكونوا دول نفس الناس اللي شاف مانيال قبل كده انهم عاوزين يركبوا السفينه. وده بيخاف مانيال وبيجري عليهم وبيفكهم، بس الحلو مش بيكمل لان بيوصل واحد من رجاله أشاكوف وبيقتل واحد من الاثنين. بعدها بيكون هيقتل مانيال نفسه، بس بيوصل فيكتور للمكان وبيتعارك مع الشخص ده لحد ما بيقدر يقتله. بعد كده فورا فيكتور ومانيال واللي كان متبقي من الاثنين المربوطين بياخدوا قارب كده موجود هنا وبيهربوا. بس بيطلعوا رجاله أشاكوف على السفينه وبيفضلوا يضربوا عليهم نار، وبالتالي بيقدروا يقتلوا الشخص اللي كان مربوط وبيسيبوا كمان فيكتور. وفضل دلوقتي مانيال يهرب بفيكتور وهو مصاب لحد ما بيبعدوا اخيرا عن السفينه خالص وبيبقوا شويه في امان. بعد اللي حصل ده بيرسي مانيال على الشاطئ، وبينزل دلوقتي هو وفيكتور وبياخدوا عربيه وبيتحركوا بيها. نعرف حاليا ان مانيال ناوي يروح بفيكتور للمستشفى بحيث يتعالج. المستشفى دي كان فيه على فكره مهبط طيران وفي طياره هناك، فيعني المفروض ان هم هياخدوها بعد كده ويهربوا بيها ويروحوا للمدينه اللي فيها بيلين اخت مانيال ويستقروا هناك. عامه اثناء بقى ما كانوا ماشيين في سكتهم بيسال مانيال فيكتور هو أشاكوف ده كان بيعمل ايه بالظبط في السفينه. بيعرفوا فيكتور ان أشاكوف ناوي يبني لنفسه ملاذ امان يحميه من الزومبي، وبالتالي هو بيخطف الناس عشان يبنوا له الملاذ ده غصب عنهم، وعشان كده كان بيسال على الاسمنت، والمفروض يعني ان اي حد مش هيفيد أشاكوف كان أشاكوف بيستعبده وبيحبسه زي الاثنين اللي مانيال شافهم دول. طبعا مانيال بيتخض جدا من فكره مرعبه زي دي، بس عموما بيوصلوا دلوقتي هو وفيكتور عند مدخل المستشفى، وبيلاقي مانيال هناك في زومبي في المكان، فبياخد سلاح وبيفضل يقتل في الزومبي دول. بعدها بياخد فيكتور وبيدخلوا للمستشفى، وطبعا بتكون المستشفى فاضيه تماما وما فيهاش الا زومبي. فبيسيب بقى مانيال فيكتور في حته كده امان وبيخرج بحيث يدور على اي حد يعالج فيكتور. في الاثناء دي بيسمع مانيال صوت كده ناس جايين من مكان كده في المستشفى، فبيروح عند الاوضه اللي الصوت جاي منها فبيلاقيها مقفوله كويس، وبيفضل دلوقتي يتكلم مع الناس اللي موجوده ورا الباب ده، وبيطلب منهم ان هم يعني يساعدوه لو حد منهم دكتور عشان يعني يعالج صديقه فيكتور. بس قبل ما حد يرد على مانيال بيلاقي مانيال في زومبي جايين عليه، فبسرعه بيهرب منهم وبيرجع لاوضه فيكتور. وفي اوضه فيكتور بقى بيتفاجئ مانيال ببنت كده اسمها لوسيا موجوده هنا معاه، ومفروض يعني ان دي كانت ممرضه في المستشفى، وبتيجي حاليا ست كده كمان على فكره اسمها سيلسيا، وبيكون معاها ثلاث بنات كده اطفال، وبنعرف ان سيلسيا دي طبيبه. وحاليا بتاخد بقى سيلسيا ولوسيا فيكتور لغرفه كده يعالجوه هناك. بعد شويه بيكونوا خلاص خلصوا عمليه لفيكتور عالجوه فيها وسايبينه حاليا يرتاح. وبيجوا دلوقتي لوسيا وسلسيا يقعدوا هما الاثنين مع مانيال، وبيسالهم حاليا مانيال عن الثلاث بنات الاطفال دول اللي معاهم، فبيعرفوا انهم بنات ناس زمايلهم هنا في المستشفى، لكنهم كلهم اتحولوا لزومبي وسابوهم هنا، فيعني قرروا هما الاثنين يحموه. عامه عدى بقى الموقف، وتاني يوم بيروح مانيال يبص على الطياره اللي المفروض يعني هي موجوده فوق المستشفى، بيلاقيها مكانها تماما، لكنه بيلاقي حواليها زومبي كتير وبيكونش عارف ازاي يخلص منهم بحيث يوصل للطياره. واثناء ما كان بيفكر بتجيله رساله على موبايله لان الشبكه اشتغلت اخيرا، وبتبدأ دلوقتي تجيله فيديوهات من اخته بيلين، ومفروض يعني انها كانت بتبعت له الفيديوهات دي طول الوقت ولكن الشبكه كانت قطعه لكنها جت دلوقتي. المهم بيفضل مانيال يتفرج على الفيديوهات دي وبيكون سعيد جدا ان بيلين اخته لسه بخير.
واثناء ما كان مانيال بيتفرج على الفيديوهات فجاه بيسمع صوت ضرب نار، وبيتفاجئ ان العصابه الاوكرانيه وعراسهم اشاكوف وصلوا للمستشفى هنا، فبيترعب مانيال انهم يشوفوه فيقتلوه او يشوفوا الطياره وياخدوها قبل منه. فبالتالي بيقرر مانيال انه ياخد كل اللي في المستشفى هنا وياخدوا الطياره ويمشوا من هنا فورا. فعلا بيروح مانيال للوسيا والكل وبيعرفهم انهم لازم يمشوا من هنا حالا. فعلا الكل بيمشوا معاه بما فيهم فيكتور، واللي حاليا حالته الصحيه بقت افضل شويه. واثناء بقى ما كانوا الكل خارجين من المستشفى فجاه بيوصل عندهم زومبي وبيهجم على سلسيه، فبسرعه بيبعدوا مانيال عنها وبتيجي دلوقتي لوسيا بفاس وبتقتل الزومبي ده. بس للاسف بعدها بيشوفوا سلسيه بيلاقوها اتعضت وهتتحول خلاص، وبتطلب منهم دلوقتي السلسيه ان هم يسيبوها ويمشوا، فبيوافقوا على كلامها غصب عنهم وهم زعلانين وبسرعه بيمشوا من المكان. وهم بيوصلوا بعد كده لعند ممر، وفي نهايه الممر ده كان في باب خلفي هيخرجهم من المستشفى، بس المشكله ان الممر ده بيكون فيه زومبي كتير. بيفكر مانيال شويه وبيفضل يراقب الزومبي، وفي نفس الوقت بيخلي الكل يعدوا واحده واحده عشان الزومبي ما يحسوش بيهم. وبتقدر على فكره لوسيا ومعاها بنتين يخرجوا من المستشفى، وكمان بيخرج فيكتور، ولكن لما بتيجي دلوقتي اخر بنت تخرج الزومبي بيسمعوها وبيهجموا عليها، فبسرعه بياخدها مانيال وبيدخلوا غرفه صغيره يستخبوا فيها. بعد شويه بيوصلوا كم واحد من عصابه اشاكوف وبيقتلوا الزومبي دول، ولحسن الحظ مش بيشوفوا مانيال. حاليا بياخد الطفله وبيخرج، وكده بيكون في مسافه صغيره قوي المفروض يمشوها لحد ما يوصلوا للطياره، بس في المسافه دي كان في مئات من الزومبي. بيفكر مانيال، وفي النهايه بتجيله فكره جباره جدا وبيقرر كمان ينفذها. بيحوطوا نفسهم بستندات حديد من اللي متبقيه في المستشفى، وبيفضلوا بقى ماشيين بالاستندات دي وسط الزومبي لحد ما بيوصلوا للطياره. بعدها بيركبوها كلهم، وبيفضل بقى فيكتور يحاول يشغلها، ولعلم فيكتور اصلا طيار فعنده يعني خبره في الموضوع. لكن فيكتور بيتاخر في تشغيل الطياره، والزومبي في منهم بيقرب للطياره، فبينزل لهم مانيال وبيفضل يتقاتل معاهم. وفي وسط كل ده بقى بيوصل اشاكوف ورجالته للمكان وبيثبتوا الكل عشان ياخدوا هم الطياره. فبيفكر مانيال وبسرعه بيفتح الباب بتاع مهبط الطيران وبيخلي كل الزومبي يدخلوا، وبيهجموا دلوقتي على اشاكوف ورجالته وبيفضلوا يقتلوا فيهم، وبنرتاح من قرفهم. اما بقى مانيال فبيفضل يقتل في الزومبي واحد ورا الثاني، وفي نفس الوقت بيطير فيكتور بالطياره، فبتحذف لوسيا مانيال سلم فبيطلع عليه على اخر لحظه، وبيهربوا الكل من المكان بامان الحمد لله. في اللحظه دي بقى بتيجي مكالمه مانيال من اخته بيلين، بتعرفوا فيها ان المنطقه اللي هم فيها الزومبي هجموا عليها، وحاليا هيهجموا على بيتها هي كمان، وتطلب منه يروح لاي مكان تاني وما يجيش المدينه اللي هي فيها، لان خلاص الامل اللي كان متبقي لهم انتهى. فبيزعل جدا مانيال يا صديقي، وما بيكونش عارف يروح فين ولا بيكون عارف مصير اخته نهائيا. طبعا كل ده بيخليه حزين جدا وهيتجنن، انه بعد كل ده برضه ما قدرش يوصل لاخته ولا عارف يروح فين. ومع النقطه دي واثناء ما كان مانيال والكل في الجو، بينتهي الفيلم واحنا ما نعرفش مصيرهم ايه، وغالبا ده معناها اما مصير مجهول مش معروف المصير ايه نهائيا، او ان الفيلم ده هيكون ليه جزء تاني، بس طبعا ما نعرفش هينزل امتى لان لم يتم انتاجه لحد دلوقتي. بس تاكد لو هيكون في جزء تاني وهيتم انتاجه قريب هنكون اول ناس نلخصه كالعاده. وبس كده، سلام.